السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم السبت الرابع من شهر يونيو 2022، أهم أخبار ألمانيا. وفي هذا الفيديو أصدقائي أيضا سوف نتكلم على نصيحة لجميع سكان ألمانيا يجب معرفتها حول الإحصاء العام للسكان في ألمانيا، وتحذير أصدقائي إذا طلبوا منكم أو سألوكم هذا السؤال فاعلموا أنهم نصاب ولا يجب التعامل معهم أصدقائي، ويمكنكم أيضا أن تتصلوا بالشرطة. لكن أصدقائي دعونا في البداية نبدأ بالأخبار. حادثة القطار التي حصلت يوم أمس بالقرب من مدينة غارميش باتنكيرشن جنوب ألمانيا بمقاطعة بايرن، القطار الذي كان متوجها من مدينة غارميش باتنكيرشن إلى مدينة ميونشن، وما زالت تتكلم عن هذه الحادثة الصحافة الألمانية، والمحققين أيضا ما زالوا يبحثون لمعرفة الأسباب الحقيقية لانزلاق القطار عن سكته. وصلت الآن أخبار تقول بأنه عدد القتلى للأسف ارتفع إلى 5 أشخاص، ويقولون بأنه أغلبهم من النساء، وهناك أيضا قلق كبير من ارتفاع عدد القتلى تعازينا الحارة إلى أسرهم. وما زالوا أيضا يحاولون حمل العربات أصدقائي للقطار الملقاة جانب السكة، وهناك قلق من العثور على بعض الجثث الأخرى، وجرح تقريبا 60 شخصا، نقل بعضهم إلى النمسا للعلاج لأن المنطقة قريبة من النمسا، وقامت أيضا النمسا بإرسال مروحيات لمساعدة ألمانيا. لا تعرف أسباب الحادثة، وقال المحققين أن الأمر يمكن أن يأخذ وقتا طويلا أو حتى أشهر لمعرفة الأسباب الحقيقية. هناك شكوك إما كان هناك عطل داخل العربة الوسطى للقطار، أو عطل بالسكة، أو تدخل إنسان أصدقائي. تعازينا الحارة لأسر الضحايا وبالشفاء العاجل للجرحى. نمر أصدقائي إلى موضوع آخر، الحكومة والأحزاب المشكلة لها تدرس خططا جديدة للتخفيف عن الناس بسبب الغلاء الفاحش والمبالغ فيه بسبب تداعيات حرب أوكرانيا على ألمانيا. وزير الزراعة بالحكومة الألمانية الاتحادية السيد أوزدمير يفكر ويقترح بإلغاء ضريبة ميرفيرتشتويا على المواد الغذائية، وهي ضريبة 7% التي تفرض على المواد الغذائية، ويرغب السيد أوزدمير بإلغائها على الخضار والفواكه من أجل أن يحصل هناك انخفاض وتخفيض أصدقائي ببعض المواد الغذائية، وتخفيف العبء على أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط. وقال السيد أوزدمير بأن هناك بعض الأحزاب التي ترفض هذا الأمر ولا ترغب بتخفيض الضريبة، ضريبة ميرفيرتشتويا، ضريبة القيمة المضافة التي نحن المستهلكين من يدفعها أصدقائي. لكن هناك أيضا قلق بعض الشيء، لو قامت الدولة بإلغاء ضريبة الميرفيرتشتويا وقامت الدولة بإلغاء 7%، أن لا نستفيد نحن المستهلكين من هذا الأمر، وتقوم أصحاب الشركات بزيادة الثمن، يعني بدل أن تنقص الثمن تزيد الثمن، وهكذا ستزداد أرباحها. نفس الشيء أصدقائي حصل الآن مع شركات المحروقات بخصوص الديزل والبنزين، الدولة خفضت على شركات المحروقات الضريبة. ماذا قامت شركات المحروقات؟ قبل أسبوعين أو 3 من بدء الأمر قاموا بزيادة الأسعار، والآن خفضوها كما كانت الأسعار أصدقائي قبل أسبوعين أو 3. نصب واحتيال على الشعب ونصب واحتيال على الدولة، ونريد ونتمنى أن الدولة تراقب الأسعار، أو تفرض الدولة على شركات المحروقات أن تفرض عليهم ضريبة أصدقائي.
ايضا هناك حديث على ضريبه، يعني حتى انه رئيس حزب اس بي دي السيد كلينج بايل قال بانه لا يعقل انه بعض الشركات زادت ارباحها منذ بدايه الحرب في اوكرانيا، وهو يفكر بالمستقبل بفرض ضريبه عليهم. اصدقائي، ايضا هناك اقتراح من اجل مساعده المتقاعدين، المساعدات الحكوميه للاسف لم تشمل المتقاعدين، وهناك الان حديث على انه ايضا المتقاعدين يستفيدون من مساعده 300 يورو بروتو التي سوف يحصل عليها كل من يعمل في المانيا، والتي سوف تصرف اما بالشهر التاسع او بالشهر العاشر. هناك ايضا مطالب، لماذا نسيتم المتقاعدين وعددهم 21 مليون انسان في المانيا؟ إذن هذه هي الأمور التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية بهذا الخصوص. نمر أصدقائي إلى موضوع آخر يتكلم أيضا على شركات المحروقات. أرباح شركات المحروقات وشركات النفط أصدقائي زادت بشكل فظيع للغاية، وهناك بعض السياسيين الآن يرغبون بفرض ضريبة عليهم أصدقائي، لأن أرباحهم أصبحت أرباحا خيالية ولم يقوموا بتخفيض الأسعار ويتلاعبون بالأسعار. هناك اقتراح الآن بفرض ضريبة على شركات المحروقات في ألمانيا، وحذر رئيس اس بي دي السيد كلينج بايل شركات النفط من التلاعب بالأسعار واستغلال الأزمة، خصوصا بعدما زادت أرباحهم بشكل فظيع. مقاطعة بريمن ترغب الآن أن تضع طلبا لفرض ضريبة على شركات المحروقات في ألمانيا، وقال حاكم بريمن وهو من حزب اس بي دي الاشتراكي: لا يمكن أن نسمح أن بعض الشركات بسبب حرب أوكرانيا زادت أرباحها بالمليارات، بالمقابل الحكومة الألمانية تصرف المليارات لمساعدة المواطنين والشركات. إذن حكومة بريمن ترغب أن تضع الآن طلبا لدى الحكومات بجميع المقاطعات الألمانية 16 كي تفرض ضريبة جديدة على شركات المحروقات. هل يمكن أن تقبل المقاطعات بهذا الأمر أو الأحزاب المشكلة لحكم المقاطعات بهذا الأمر؟ لا نعرف أصدقائي. نمر إلى خبر آخر جيد وجميل للمتقاعدين، من يحصل أصدقائي على راتب التقاعد غينتا، يعني من يحصل على التقاعد في ألمانيا على الغينتا، ستكون هناك زيادة بداية من الشهر المقبل، شهر 7 شهر يولي، حيث سوف تزداد مرتبات التقاعد في شرق ألمانيا ب 6.12% وفي غرب ألمانيا ب 5.35%. هذه تعتبر واحدة من أكبر الزيادات بمرتب التقاعد لمن يحصل على تقاعد. عدد المتقاعدين في ألمانيا كما قلنا هو 21 مليون شخص. نمر أصدقائي إلى موضوع آخر، منذ بداية الحرب في أوكرانيا نزلت شعبية الحزب الحاكم حزب اس بي دي وشعبية مستشار ألمانيا السيد شولتس بشكل كبير، وأكبر مستفيد حتى الآن من الوضع هو الحزب المعارض حزب سي دي أو الذي زادت شعبيته منذ أن أصبح رئيس الحزب هو السيد ميرتس المليونير الألماني. وفي آخر استطلاع للرأي عمل مؤخرا لمعرفة شعبية الأحزاب بين سكان ألمانيا الذين يحق لهم الانتخاب، سألوهم: لو جاءتكم فرصة الانتخابات اليوم على من سوف تنتخبون؟ 21% فقط من سكان ألمانيا يرغبون بالانتخاب على حزب اس بي دي الاشتراكي حزب مستشار ألمانيا السيد شولتس، نزلت شعبيته بشكل كبير. بالمقابل حزب سي دي او المعارض الذي رئيسه الآن هو السيد ميرتس والذي أيضا حكم ألمانيا 16 سنة متتالية إبان فترة حكم السيدة ميركل، زادت شعبيته وأصبح هناك 27% يرغبون بالتصويت عليه. حزب الخضر زادت أيضا شعبيته و 21% يرغبون بالتصويت عليه. حزب FDP الليبرالي 8%،
حزب AfD اليميني المتشدد 11%، حزب اليسار يعاني كثيرا في آخر فترة فقط 4%. يعني لو جاءت الآن انتخابات لن يدخل إلى البرلمان حزب اليسار، لأنه الدخول للبرلمان يحتاج عتبة 5%، وهناك مطالب بأن حزب اليسار يجب أن يصل مجددا إلى الشعب، لأن المواضيع والاقتراحات التي يتكلم عنها حزب اليسار لم تعد منذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا لم تعد بتلك الشعبية الكبيرة. باقي الأحزاب 8%. هذا الاستطلاع للرأي يقلق مستشار ألمانيا السيد شولز، ويقلق الحزب الحاكم SPD بشكل كبير، ويظهر بأنه الناخبين يتوجهون مستقبلا إلى انتخاب CDU أصدقائي، أو انتخاب حزب الخضر. هذا الاستطلاع بطبيعة الحال يزيد ويقوي حزب المعارضة CDU ليزيد معارضة أكثر وأكثر، لأنه يستفيد من هذا الأمر، وأيضا حزب الخضر يستفيد بشكل كبير. الآن نمر إلى آخر موضوع حول الإحصاء أصدقائي. نعلم جميعا بأنه في ألمانيا بدأت مؤسسات الدولة، خصوصا مؤسسة تسينزوس، بعمل الإحصاء السكاني أصدقائي والمشاركة بالإحصاء السكاني إذا اتصلوا بكم فهي إجبارية أصدقائي، ومن يرفض يمكن أن يدفع غرامة، لذلك ضروري أن تشاركوا بالإحصاء إذا اتصلوا بكم. لكن هناك تحذير من النصابة الذين يستغلون هذا الأمر كي يصلوا إلى بياناتكم وكي ينصبوا عليكم، فانتبهوا. حيث قالوا بالصحافة الألمانية وقالت أيضا المؤسسة بأنها لا تطلب من المواطنين الذين يشاركون في الإحصاء أن تعطوهم حسابكم البنكي. يعني إذا اتصل بكم أحد وقال لكم نحن من هيئة الإحصاء وأخذوا بياناتكم إلى آخره وسألوكم على حسابكم البنكي، لا تعطوه لهم، إنهم نصابة، هيئة الإحصاء لا تطلب حسابكم البنكي أصدقائي. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قالوا بأن هيئة الإحصاء لا ترغب أيضا بمعرفة أين كومن الخاص بكم، يعني كم تكسبون من المال، أو كم عندكم من المال في البنك، أو كم عندكم من الأموال في البيت، أو كم عندكم من الذهب، أو أين تضعون الذهب، أو أين تخزنون هذه الأمور. هذه الأمور لا تهم هيئة الإحصاء أصدقائي، هذه الأمور تهم مجرما محترفا نصابا يرغب بمعرفة أين تضعون ذهباتكم، أو أين تضعون أموالكم، أي أين تضعون أموركم. نصاب لا تتعاملون معه. أيضا هيئة الإحصاء أصدقائي كل موظفيها يكون عندهم أوسفايس، هوية. إذا عملوا معكم موعد يرسلون لكم رسالة، تلك الرسالة يجب أن تكون بالبيانات أصدقائي، بياناتهم ومتى يمكن أن يأتون، هكذا تتعامل هيئة الإحصاء. أما أن يأتي عندكم شخص ولم يتصل بكم ويطرق عليكم الباب هكذا ويقول لكم أنا من الإحصاء أدخلوني إلى بيتكم، لا أصدقائي، هيئة الإحصاء لا ترسل أشخاصا إلى الناس كي يطرقوا الباب دون موعد، انتبهوا أصدقائي من هذه النقطة. أيضا قالوا بأنكم غير مجبرين بإدخال الموظف إذا اتصلوا بكم بطبيعة الحال بالهاتف، أو اتصلوا بكم عبر البريد إلى آخره وعملتم معهم مقابلة. أنتم أيضا أصدقائي كما قلت لكم غير مجبرين بإدخالهم إلى البيت، ويمكنكم أصدقائي أن تعملوا معهم الانترفيو، المقابلة، أمام البيت، أمام الباب. يعني أنتم غير مجبرين بأن تدخلوا أحدا إلى البيت ليرى غرفة النوم ويرى غرفة الأطفال ويرى أين تضعون كذا، غير مجبرين. هذا الأمر الذي من يهمه أن يرى بيتكم هو لص محترف يرغب أن يرى تفاصيل البيت كي يعطيها وكي يعرف إذا قام بسرقة البيت أين سوف يدخل وأين غرفة النوم وأين الأمور. يعني هيئة الإحصاء لا يهمها هذا الأمر، يمكنكم بطبيعة الحال
أن إذا سألوكم أن تعطوهم البيانات أمام باب الشقة، غير مجبرين بإدخالهم. إذا رغبتم بإدخالهم يمكن أن تدخلهم إلى الفونتسيما، إلى قاعدة الجلوس، هذا لطف منكم بطبيعة الحال إذا رغبتم غير مجبرين، لكن أنتم غير مجبرين أن تريهم أين غرفة النوم وأن تروهم أين باقي الغرف إلى آخره. حذاري من هذا الأمر، اطلبوا دائما الهوية وتحققوا دائما من الهوية أصدقائي، وإن شاء الله يكون الخير. إذن انتبهوا، لا تعطوا حسابكم البنكي، لا تعطوا أموركم المالية أين تضعوها وكم تمتلكون من الأموال. انظروا دائما إلى الهوية، هوية الشخص أصدقائي، وأيضا شوفوا هل جاءكم بالموعد. هم دائما يخبرون برسالة متى سوف يأتوا عندكم. إذا طرق عليكم فقط الواحد هكذا الباب أنتم غير مجبرون، أين الدعوة؟ لم تأتيني دعوة من 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 ذاك الأمر. وأيضا يمكنكم أن تعملوا معهم المقابلة أمام الباب، يسألون وأنتم تجيبون، غير مجبرين لإدخالهم إلى البيت، إلا إذا كان هناك قرار رسمي بطلب رسمي من عند هيئة الإحصاء أنها ترغب أن ترى البيت إلى آخره. أما هم قالوا بأنهم لا يحتاجون إلى هذه الأمور. إذا شككتم بأن شخص نصاب اتصلوا بالشرطة، لكن شاركوا مع هيئة الإحصاء وساعدوا هيئة الإحصاء بعمل وإنجاح هذا الأمر المهم جدا، لأن الإحصاء جدا مهم لمعرفة مشاكل الناس ولمساعدة الناس ولتطوير الدولة الألمانية. ضروري المشاركة وضروري مساعدة الناس، لكن حذاري من الحرامية وحذاري من النصابة. نتمنى السلامة للجميع، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.